مؤتمر صحفي للجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز فند كل تلك الوعود التي لم تصل بعد من توجيهات عليا بشأن جرحى تعز الذين يعانون في الداخل والخارج. أوضحت اللجنة كل ما لديها وعلقت أعمالها من اليوم حتى شهر كامل لتقدم بعد ذلك استقالة جماعية بعد الوصول إلى طريق مسدود. هناك جرحى اليوم في الغرب، هؤلاء الشباب استطاعوا أن يردوا عدوان العدو ثم يدحروا العدو ويتقدمون إلى مدارسه، وهناك جرحى في المعركة الأخيرة اليوم يحتاجون إلى سفر الخارج ولا نملك لهم شيء. أعتذر لإخواني الجرحى عن استقالتي، لا نستطيع أن نخدمكم من خلال هذه اللجنة التي لا تمتلك شيء، وأريد لنا أن نكون نحن في المواجهة كجرحى. نحن نعلم ماذا تعني أن لا تفقد، أن تفقد أعصابا، أن تفقد سيريان. وطالبت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الإيفاء بالوعود والعمل على تثبيت ميزانية من شأنها يتم معالجة الجرحى والقيام بخدمتهم. واللجنة الطبية تطالب الجهات العليا بدءا بمحافظ المحافظة وقيادة المحور وصولا إلى وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة وحتى رئيس الجمهورية نطالبها بالآتي: أولا الإسراع في وضع حل جذري لمعاناة جرحى تعز، ثانيا تخصيص ميزانية ثابتة للجنة تمكنها من أداء مهامها وحل قضية الجرحى، ثالثا الإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة ب 750 مليون ريال والتي لا تزال لدى وزارة المالية، رابعا مساواة جرحى تعز مع غيرهم من جرحى المناطق المحررة باعتماد ميزانية ثابتة ضمن ميزانية المحافظة. محمد قمر أحد الجرحى الذين تلقوا علاجهم في مصر، لكنه عاد إلى تعز ليستكمل العلاج وتفاجأ بعدم وجود العلاج ولا من يقف معه، فهو أصبح مشلولا ولم يتماثل للشفاء بعد. معاناتنا أنا كجريح شلل تم سفري إلى جمهورية مصر لتلقي العلاج، ولكن للأسف وصلنا إلى هناك لا يوجد ميزانية لدى لجنة العلاج، مدة صغيرة كذا وقت العلاج ومن هناك تم إيقاف الميزانية. كذلك يعني زملائنا هناك جرحى الآن يعانون الأمرين، مر الألم وجائحة كورونا، يعني جرحى مصر وجرحى الهند في دول المهجر، والجرحى بالداخل لا يوجد مستلزمات. نناشد رئيس الجمهورية، نناشد دولة رئيس الوزراء، نناشد وزارة الدفاع بأن ينظروا إلى الجرحى بعين المسؤولية. الجريح ضحى في سبيل الوطن، لابد للجريح أن ينال حقه في العلاج، في الرعاية، في انتظام الراتب. جرحى تعز معاناة مستمرة وخذلان كبير وملف شائك لم تستطع الحكومة وقيادة السلطة المحلية البت فيه حتى اليوم رغم الوعود المتكررة، وهو ما يجعلها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن تعز. فهل تستمع الجهات المختصة لنداء الجرحى الأخير؟